ابدا اخش معاكم بقى في موضوع الايه؟ الحسابات شويه. الحاجات اللي فاتت دي ده كتالوج، احنا مش ده كتالوج، مش الكورس بتاعكم يعني. الكتالوج موجود على فكره في اللايبراري عندكم. نرجع بقى لمثال اتحرك عليه كحسبه، يوريتيكال اللي بيشتغلها ازاي؟ وهقول لكم احنا في الواقع برضه بنعمل ايه؟ يوريتيكال عندي شويه معلومات عايز اشتغل على اساسها، بيقول لك ايه؟ عايز اختار جاب 3 3، الحمل بتاعي عباره عن كام؟ عباره عن 21 كيلو وات، والباور فاكتور بتاعه كام؟ 8/10، درجه الحراره بتاعته كام؟ 50 درجه. بعد كده يقول لك احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم كاب بي في سي وافضل كله. اوكي؟ والكاب ده معمول مسحوب مع 6 كابلات تانية على 3 لير، بس على فكرة هي الدرج كده غلط. هم مكونات كابل مسحوب على 6 على مع انذر 6 كيلو مع 6 كابلات تانية محطوطين فين؟ على 3 لير كيبل تري. يعني الصورة كلها عندي ليرز، عندي كيبل تري 1، كيبل تري 2، كيبل تري 3، محطوطين 3 لير فوق بعض. فالثلاثة لير دي في منطقة درجة الحرارة كتيرة شوية. زي ما في الكتالوج قال لك لو انت في حالة كيبل تري 1 هتستعمل الجدول ده، 2 هتستعمل الجدول ده، هتطلعهم الجدول ده. عندي معلومات ان 3000 كيلو في الهرم والالجوريثم بوست بتاعي كام؟ 380. الاسطوره او ليه الاسطوره؟ مشكله خالص. دايما دايما الورد ليه بتبقى معموله انها هتكون في الهرم. مش معموله في الهرم. الارض دي بتبقى في الشارع خالص. اللسق لسق وسقف جوه المبنى. زي كده بس في المشاريع اللي بدرسه محتاج تسال مصادر بنت بعد. احنا ايه التارجت بتاعتنا بالمعادله؟ عايز اوصل ليه عشان اقدر استخفار الكابل. احنا كل تعاملاتنا مع الاكويبمنت ومع الكابلات ومع اي حاجه فيها سلكشن لازم اشتغل بايه؟ بالكارنت بتاعي. خلاص؟ انا عايز اوصل ليه بالكارنت بتاعي؟ طبعا مواد في الكارنت كلنا عارفينها او مواد في الباور بتاعتها اللي هي البي بتساوي البي في الاي في الكوزين 5 بتاعها. محطوطين ازاي في الفريم ما تفرقش معايا؟ هوريك مثلا محطوطين الاثنين في الثلاث في الثلاث في الثلاث هطلعها لك الجدول ولا لا؟ مش هيتعب. اولا دي معادله ثيوريتيكال عشان نعرف نتحسب ازاي، لكن انت في الواقع ما حدش بيديك حاجه. انت معاك المعلومات وانت اللي بتكريت الحاجات دي. انت اللي بتحدد هو يعمل ايه. ليه؟ بناء على تصميمك انت. انت صممتهم عايزهم كده ولا كده ولا كده؟ عايزهم كده. خلي بالك بقى لما تيجي تركبهم تحت في السلك تركبهم كده، انا عامل ديزاين على ده مش العكس. محدش جايب لك حاجه، انت اللي بتجيب. انا بديك بس المعادله دي عشان تعرف انا ازاي باخد خطوات اعمل سيلكشن، لكن انت في التصميم انت اللي انت بتعمل، انت اللي بتكريت الكابل، وانت اللي بتكريت ازاي يتحط على التريم، وانت اللي بتكريت كل حاجه، مش حد بيديك معلومه. في المرحله دي انت هتعرفها، انت هتلاقي معادله بتركب لوحدها مع بعض. الباور بتاعي بيساوي جذر 3 في 5 كوزين 5 او الباور فاكتور. خلاص؟ طبعا منها على طول تعرف ان الاي بتاعتك بتساوي ايه؟ بتساوي البي على جذر 3 البي في الباور. دي المعادله الاساسيه اللي احنا كلنا عارفينها. خلاص؟ فالاي لوب بتاعي بيساوي اللي هو ال 21 كيلو وات اهي محطوطه على جذر 3 في 380 في 8/10. طلعت لي كام؟ 39.8 امبير. يبقى كده الحمل بتاعي بيسحب كام؟ 39.8 امبير. طيب المفروض انا عايز اتحرك واعرف شويه البيانات. انا كده المفروض ايه؟ انا معايا اللود. خلاص معايا اللود او الكرنت اللي انا هشتغل عليه. لو احنا طبيعي بعمل ايه؟ باخد الرقم ده واروح افتح الكتالوج. هيوصلني فين الكتالوج؟ ادي الكتالوج بتاعي. نفس الورقه اللي عندكم يعني اللي شغالين بيها. هحطها ورقه بحضر. ما انا حاسس بكده. ورقه بحضر. ايه اوراقكم في الـ في الـ في الكورس معاكم على فكره ورقه. تمام؟ احنا اتفقنا ان هنعملوا ايه؟ الكابل بتاعنا مالتي كور. قلنا 3 فيز ومالتي كور كيبل. يبقى هنروح نشتغل على مين؟ على الجزئيه اللي اتفقنا هنشتغل على الديفولت بتاعتنا 4 كور كيبلز وذ ريديوس نيوترال.
المفروض الرقم اللي طلع لنا طلع لنا كام؟ خليني بس اقول لك يا سيدي معلش. الرقم اللي طلع لنا كام؟ حسابات 39. المفروض اروح على طول الكابل، فين الكابل بتاعي؟ انا هسحب الكابل فين؟ في الهواء ولا في الارض ولا فين؟ هنشتغل في الهواء. احنا قايل لك كده هتشتغل في الهواء. فين الرقم 39؟ طبعا في الفور كوره. فين ال 39 بتاعتي؟ في حاجه بتشيل 39 على طول ولا هو اكتر؟ 39.8. ما انت عايز تشيل، لو حطينا له في 39 ده ادي الرقم عندي، المفروض اعمل ايه؟ لا اطلع في اول قيمه اعلى منه، لان كده الكابل اقل من قيمه الكارنت بتاعي بالقيمه. هطلع اللي بعدي اللي هو 53. 53 ده بيشيل لي كام؟ اللي هو مقاسه كام؟ اللي هو ال 10 مللي. ده الايه؟ لو اتحركت طبيعي. بس انت كده تجاهلت مين؟ تجاهلت الدريتنج فاكتور خالص، صح؟ ما حطيناش في الاعتبار خالص. ممكن تديك نفس النتيجه بسبب ان احنا طلعنا ستيب ثانيه. يعني احنا افترضنا ان الحسابات بتاعتنا ادتك 39 شارب، وانت رحت اخترت 39 دي، كان في حاجه فيها غلط وانت تجاهلت الدريتنج فاكتور؟ عادي، ما الكابل بيشيل القيمه بتاعتي، لكن اكتشولي لا غلط، لازم احط في اعتبار الدريتنج فاكتور بتاعتي. ايه بقى الدريتنج فاكتور دي؟ واحده واحده كده من الجداول. احنا بنسحبه في الهواء، بنسحب. فاول حاجه ناخدها معنا معنى مين؟ اللي هو التمبريتشر فاكتور. التمبريتشر فاكتور بتاعي قيمه درجه الحراره كام؟ 50. من الجدول بتاع الدريتنج بتاعي بنيجي على، احنا اتفقنا الكابل بتاعنا كان كام في المثال؟ كان بي في سي صح؟ ودرجه الحراره كام؟ 50. فتلاقي 50 مع البي في سي تبقى القيمه كام؟ 0.76. هناخدها معانا في الاعتبار. تمبريتشر ريدنج انا كام؟ عملنا ايه غلط بقى؟ من تيبل 3، سوري فين تيبل 3 ده؟ سوري احنا في الاير مش في الجراوند. عادي صحصح معايا يا جماعه في ايه؟ انا هتلحقوني انتوا على طول. انا ده اشتغلت على الجراوند، انا اشتغل على الاير، احنا شغالين على الاير. الجدول بتاع الاير عند درجه حراره 50 لما تيجي الساعه 12 تقول لي مش شايف قدامي يا ملعب مش فايز لسه بدري قوي يعني تفرق معانا كتير صح؟ هخلص المثال ده اديكوا راحه شويه. حاضر تاني عشان اللخبطه يا جماعه معلش. الرقم بتاعنا 39.8، هو ده الرقم بتاعي يبدا اتحرك على اساسه مع شويه البيانات اللي فوق دي، وعايز اجيب مجموعه الدريتنج فاكتور المؤثره معايا. اول دريتنج فاكتور معايا اللي هو التمبريتشر دريتنج فاكتور، دي في الكابل مسحوب في الهواء خلاص. فالتمبريتشر فاكتور الكابل مسحوب في الهواء بي في سي درجه حراره 50، دريتنج فاكتور بكام؟ 0.82. باخدها معايا، ادي اول ايتم خدته معايا. تاني ايتم تركيب الكابلات عندي اللي هو الادجيسنت كيبل دريتنج فاكتور، ايه بناء عن جدول 7 بتاعي اللي هو ايه؟ نبدا نتكلم بقى عن موضوع كيبل تريش تفهموه معايا بقى. ادي جدول 7. من جدول 7 ان انا راصص الكيبل تري بتاعتي، عندي كام دايره مرصوصه معايا؟ ده فين في الجراوند؟ ليه؟ ايوه الله ينور عليك. فين الثاني؟ هنا ايه؟ 6. كام لاير؟ 6 سيركتس على 3 لاير. فين الستة سيركتس بتوعي؟ ادي نمبر اوف سيركتس اللي هي الراوندز، والنمبر اوف سيركتس فوق ايه؟ 1 2 3 وفيما فوق الثلاثة. يبقى اقصى حاجة فيما فوق الثلاثة كلهم ايه؟ مع بعضيهم. عندي كام لاير؟ 3 لاير تقريبا صح؟ 1 2 3 لاير خلاص؟ يبقى دي الصفحة بتاعتنا، حد 3 لايرز فيما فوق. بناخدها بكام؟ 0.8 او دي ست دي سيركتس ولا نمبر اوف ثرو كونديشن ودي نمبر اوف سيركتس، يبقى القيمه بتاعتنا 0.78. احنا واخدينها بكام؟ تمام مظبوط. طيب 0.78 ده اللي هو الجدول، بس هتلاقي رقم الجدول بس ايه؟ من نسخه قديمه من كتالوج قديم يعني. يبقى كده جبنا الدريتنج فاكتور بتاعت اللي هي مسحوبه في الهواء، وثم ما الدريتنج فاكتور الثاني اللي هو بتاع مين؟ بتاع النمبر اوف لايرز مع عدد الكابلات الموجوده معايا. كل لي هدف من ده كله عشان عايز اوصل للقيمه اللي هروح بيها اختار الكابل، يعني كل ده الحاجات المؤثره على قيمه الكابل. فانت عايز تشوفها ازاي بقى؟ انا عايز اشوف الكابل الكرنت اللي انا بسحبه، او ان انا عايزه 39.8. لو اخترته من الكابل على طول يبقى غلط. يبقى انت محتاج تشوف ايه؟ يا اما تشوف قيمه الكتالوج ومطروح منها الدريتنج فاكتور، يا اما تشوف قيمتك انت ومضاف عليها الدريتنج فاكتور. فاهمين دي معايا؟
تاني، انا النهارده اللود بتاعي بيسحب 39 امبير صح، والكابل بتاعي بيشيل مثلا 50 امبير او 50 امبير مثلا. هل لو ركبت ده على ده على طول يبقى كده صح، من غير يبقى كده اهملت مين؟ الدريتنج فاكتور. عايز احط الدريتنج فاكتور، احط تايم اخرى، يا اما هطرحه من ده يا اما هضيفه على مين؟ على ده، يا هضيفه على اللود بتاعي يا هطرحه من قيمه الكابل بتاعي، لانه الدريتنج فاكتور بيعمل ايه؟ بيأثر من كفاءه الكابل. يبقى انا هطرحه منين؟ من الكابل، او هضيفه على اللود عشان لما اختار الكابل اوصله. هي الطريقه غير مباشره دي يبدي. اللي هي القيمة الجديدة اللي احنا هنوصلها. مظبوط. مظبوط. مش هيوصل كده. مش هيوصل كده. كده الكم بتاعك شايف 20 معاك. يعني كده احنا عملت دلوقتي ان انا قسمت القيمة دي على قيمة الدريتنج فاكتور بتاعي، يعني اضفت الكرنت ده على القيمة بتاعتي، يبقى كأن اللود اللي انا عايزه بيسحب كذا، بس هو فعلا هيسحب كذا صح، بس كانه بيسحب ده عشان اعمل كل ده، عشان اعمل سيلكشن للكابل، مش هحسب حسابات اللود بتاعي، بيعمل سيلكشن للكابل. فهو الثيوريتيكال وهلخص لكم الكلام ده في اسم الكابل ايه؟ فرق الاسس اللي هو بتاع القيمه من ده لده راحوا فين؟ في درجه الحراره بتاعت الارض وبتاعت الترين وبتاعت الجروح اللي انا عايز اشتغل مني في الهواء. فانا زودت ده، باخد بقى الرقم ده وارجع كتالوج دايركت، ده اللي بقارن بينهم الكتالوج على طول. لو الرقم ده 14 ده بروح للكتالوج فين الكابل يشيل الرقم ده اهو، باخد وارجع على طول. فاقارن في الكتالوج بتاعك هتلاقي اقرب كابل اللي احنا شايفينه كام؟ ال 10 مللي كان 253، الكابل اللي فوقيه كام؟ اللي هو 19 مللي فيه كام؟ 72. طبعا لما تيجي تختار لازم تختار قيمه اعلى من مين؟ اعلى من الرقم بتاع ده، لازم قيمه اعلى ما ينفعش اقل. يعني انت عايز الدود يشيل ايه؟ هيطلع كام؟ لو كان 16 امبير هيبقى اعلى، لو كان 72 امبير ما عندكش اي مشكله. او لو كان حد عنده حاله يعني طريقه ثانيه بحيث مفهومه اكثر كتير من دي، الدريتنج فاكتور كام؟ لا في لا قيمته قد ايه؟ هتروح تختار كام من 10 مللي عادي 53. بس هو فعلا مش 53، 53 الا مين؟ الا الكابل، فحضرتك 53 في الكتالوج في القيمه دي. طيب رقم ديليت اللي هو كام؟ حاجه 40 مثلا، هينفع معاك؟ ايوه لو ما ينفعش يبقى خلاص هتشوف تخش القيمه اللي بعديها وهكذا. فانت يضيفه على ده يا تشيله. بس احنا ليه بنضيفه على الكتالوج؟ لان انت في الكتالوج هتقعد تعمل موضوع ترايل كتير، انت بتروح وتيجي كتير، هتروح للكتالوج تضربه في القيمه بتاعتك لقيت لسه لا ما ينفعش، هروح للكتالوج اللي بعديه او اللي بعديه واضربه في القيمه لا لسه برضه اللي بعديه اه كده خلاص. فانت تعمل ستيب واحد ضفت ده او قسمت ده على القيمه انت لك الرقم ده تروح للكتالوج تختار منه وتسلكت اصلا. اللي هو مسحوب مع ست كابلات ثانيه. نمبر اوف سيركتس يعني عدد الكابلات اللي هو عدد الكابلات نمبر اوف سيركتس. اه الكتالوج يقصد بالنسبه للكتالوج ده ايه؟ سيركت كان فعلا كابل. اه هو بالنسبه للديريتنج فاكتورز في فاكتورز كونجيستنج في انت عايز تخش في الديتنج فاكتور اللي تنزل فيها الجدول نفسه عندك ثلاث جدول، واحد منهم بيشتغل حتى السنجل كول واللي هي التروفويل والعاديه، بيشتغلوا مره في الهواء ومره على الكيبورد جيم، وجاله في الكابلات نفسها بيشتغل لك على ايه؟ برضه قايل لك واحده. ادي اول جدول ده عملها لك ايه؟ قايل لك السنجل كور في حاله الارض. خلاص؟ على اليمين خلاص ايه؟ اهي. خلاص؟ الجيل اللي بعدها عمل لك ايه؟ قال لك الالتروفويل فلات فورميشن دريتنج فاكتورز مالتي كورز فين؟ مسحوبه دايركت في الجراوند، بس ده كابلات مالتي كور مسحوبه فين؟ في الجراوند، يبقى برضه مش ما زال مش معانا. ادي الجدول الثاني. الجدول الثالث قايل لك ايه؟ فلات فورميشن دريتنج فاكتور فور 3 سنجل كور كيبل ليد ان اير، وده اللي احنا اشتغلنا عليه. يعني ما يقول لك مالتي كور الفلات والثري فويل والثري فويل دي في السنجل كور،
خدت بالك هنا ايه؟ انا ما عنديش موضوع ده السنج ده فين؟ فريس اه سوري سوري سنجلز اسف اسف سوري معلش ده نفس القصه اللي تشوفوا فوق التاتشنج فورمات 3 سنجل كورز كيبل بس في الهواء خلاص تخش على بعدها ده مالتي كور الهورزنتال فيرتيكال فورميشن للمالتي كور كيبلز فري فرو اير احنا الكابل بتاعنا كان مالتي كور ما كانش سنجل ده كان كان طريق مالتي كور قول انا بص انا عشان عايز تطمني في حته ايه انا المثال اللي هحطه لك مش عشان اصل انت بتقول محدش مديني انت في الديزاين انت اللي بتدي مش حد يدي لك معلومه ما انا هوصلك بس اقول لك التارجت بتاعي من السامبل دي ايه ان انا اقول لك انت ازاي بتتعامل مع الكرنت تطلعه ازاي وازاي بتحشر معاه الريدنج فاكتور ازاي بتحشر معاه الريدنج فاكتور طريقه بقى ان انت تقول احطه على تري ولا على ارض ولا على تروفويل ولا انت اللي بتقولها وهم عليهم التنفيذ لما الاول يعني هو هينفذ اللي انت بتقوله ما انا هقول انت بتختار تشتغل ازاي حسب المشروع بتاعك لو المشروع بتاعك عباره عن مبنى اداره مبنى كل شغلك عليه على كيبل تري مش حل ثاني اصلا مفيش اختيارات شغال بايه كل الكابلات كلها كل الكابلات مالتي كور برضه مفيش اختيار بتشغل مالتي كور في الاير خلاص فانت تحدد شغلك في ايه تو او تو ايتمز من الريتنج فاكتور واحده بتاعت الهواء والثانيه بتاعت الانفورميشن بتاعتك مش الانفورميشن اللي هي الرصه على كيبل تري فانت خلاص بقيت في دي لا بقى لسه المشروع ده دخلت في مشروع ثاني خالص وعامل كومباوند تسحب الكابلات كلها في الارضيه تتحرك فين بقى في مجموعه بقى الريتنج فاكتور كتيره دي واحده بتاعت الارض واحده بتاعت السويل واحده بتاعت الانفورميشن اللي انت قلت عليها لو كان عندك حاجات سناجل او لو عندك مالتي كور واحده بتاعت الانفورميشن الثانيه فانت اللي هتحدد ده مش هيتحدد لك قصدي بس انا التارجت بتاعي هنا ازاي بتعمل معادله بس قول بقى فاهمك فاهمك انا هتوصل ليه وان انا عن ايه رحت جبت دي هو من جدول واحد عملت ايه انا حسب على كيبل تري والكيبل تري ده مسحوب معاه ست كابلات تانية بس هي دي المعلومات اللي عندي هنا فين ده الليد تو اير وده مين ده في تو اير سنجل كور لا احنا مالتي كور ده في حاله الريتندر المالتي كور بص يا سيدي ادي الهورزنتال او اور اور فيرتيكال فورميشن ريتنج فاكتورز في المالتي كور كيبل ليد تو اير خلاص بعد كده كيبل تري عندنا كام لاير اكتر من لاير كام سيركت سته سيركت ادي نمبر اوف سيركت عدد الكابلات سته سيركت عندي كام لاير 1 2 3 6 سيركت 3 لاير الرقم كام 0.79 مظبوط 0.79 تمام كده بيخش بس في مرحله متاخره في مرحله ثانيه انت لازم تبني النتورك اللي تحسب على اساسها الفولتج دروب بتاعتك دي بنحسبها ما ينفعش نحسب فولتج دروب على مخرج واحد ليه؟ يعني جيت النهارده قلت لك الكابل الفلاني هحسب لك عليه فولتج دروب ايوه الفولتج قبليه كان كام وبعديه بقى كام عشان ابدا استارت بكام وانهي بكام لما نحسب فولتج دروب بنحسبها على النتورك وان شوت دي هناخدها على فكره حضرت اعتقد يا الجمعه الجايه يا اللي بعدها اللي بعدها ما بقول لك بيحصل ايه؟ انا بعمل سايزنج على الاحمال الفعليه بس وعملتها وخلصتها تمام باخد نفس المقاسات دي واحطها بقى في كالكوليشن الفولتج دروب ويحسب حسبته وخلصته وعملتها لقيت ولا حاجه كلها معديه القيمه المفروضه اللي هي 4% او 5% كلها ما عدتش يبقى انت كده زي الفل قدرت تقيس لا في حاجه عدت تبدا تكبر بقى اللي عدى بس انت تحسب مثلا النتورك الكامله بتخش في كام حوالي مثلا 100 كابل 200 كابل خلصتهم وخلاص وتحسب بقى لما يطلع لك منهم 3 4 كابلات هم في مشكله تكبر دول بس لكن مش تقعد تحسب فولتج دروب لكل كابل وانت شغال مش تخلص وغير مش تخلص كمان عندك معلومات ناقصه يعني عندك معلومات ناقصه لازم النتورك تحسب على بعض ما ينفعش تحسب النتورك انديفيدوال لازم على بعضها وهتعرفها بالتفصيل فين؟
لما قلتها فين بس عارف ايه الجدول بتاع الكيبل بتاع الكابلات كتالوج الكابلات لما بيتكلم بيقصد بالسيركت يقصد بيها الكابل الكابل ده بالنسبه له سيركت ايا كان اللود بقى هو مش فارق مع اللود خلينا ما نعملش الموضوع ونشوف حته واحده. انا النهارده في الكتالوج بتاع ده او التاسك اللي انا عاملها دلوقتي هدفها ايه؟ ان اجيب كابل يشيل اللود اللي عليه. صح؟ ماليش دعوه بقى بالفولتج دروب والنتورك اللي بره بتقص ماليش دعوه بالتاسك دلوقتي. الكابل ده عايز يشيل اللود اللي عليه. بس عايز اضمن انه هيشيله بالظبط مع المؤثرات الخارجيه. ايه نوع المؤثرات الخارجيه؟ الكابل اللي جنبه بتاع خط الغرفه والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. فانا اطمنت ان ده تمام مع الدوائر اللي جنبي المهم الدائره بتاعتين. انا معايا ست كابلات جنبها بتطلع حراره مش فارق معايا بتنزل ايه بتطلع حراره بس بتاثر عليا بنوع تاثير الحراره بتاعتها تبسيط الكلام ده كله عرفته سلمت الكابل بتاعي بقى في عديت المرحله دي ما عنديش اي ازمه فيه قول لي بقى كابلات خالص على جنب خالص معاك انت عملت سيليكشن لكل كابلاتك انت خد بقى الكابلات دي كلها حطها فين في الكالكوليشن بتاعت الفولتج دروب ويقول لك بقى لا انت كده تمام ده عندك مشكله في الطول ده زاد قوي ومحتاج تكبر الكابل شويه وهكذا هنعرف من زي ما لا الفولتج دروب هتاخدوها بالمعدات بتشتغل ازاي بس احنا فعليا مش هنبرمج طبعا عندك طريقتين هنعملها بشيتات اكسل وهنعملها ببرنامج كتاب دي طريقه ودي طريقه نرجع تاني للود طبعا الدباجه اللي تحت دي بس كنت بقيت بقصد بيها ان انا ازاي شكل اشكال الكابلات ازاي هرجع تاني للنقطه الاساسيه بتاعتي انا هركز فيها معاكم موضوع الحسابات او اللود دلوقتي الطريقه اللي انتوا احنا اشتغلنا بيها عشان نطلع نقدر نطلع بس الكرنت بتاع الكابل بتاعي او الكابل بتاعي هيشيل قد ايه هيشتغل قد ايه انا عندي بعمل موضوع عشان ابدا اعمل سيليكشن لكذا حاجه خلاص السيليكشن بتاعي بيبدا بايه ان اللود بتاعي اكس حولته لكرنت ومن الكرنت دي رحت عملت سيليكشن لمين للكابل بس عندي خطوه ثانيه بعد سيليكشن الكابل اللي بعمل سيليكشن لمين للبريكر تمام معلومه في السريع بس يا جماعه بنتكلم دائما السيركت بريكر بيحمي الكابل وليس بيحمي اللود خلاص قاعده انت في دماغنا واحنا بنفكر عشان ما تلخبطناش وتلاقي اللود مش عارف بيعمل ايه وابصر ايه وتلاقي البريكر مش بيحمي لا البريكر ما بيحميش اللود البريكر بيحمي الكابل سيركت بريكر سيركت بريكر هو ديفايس بيعمل بروتكشن اجينست حاجتين فولتج دروب سوري اوفر كرنت واوفر شورت سيركت اوفر كرنت وشورت سيركت هو ديفايس بروتكشن بيعمل اجينست اوفر كرنت وشورت سيركت هناخده بالتفصيل ده شويه فانا دلوقتي بعمل بجيب اللود بتاعي او عايز اوصل له عشان اعمل ايه؟ اعمل سيلكشن للكابل واعمل سيلكشن للبريكر عشان ابدا اعمل النتورك بتاعتي انا كل ده لسه ببني فيها معايا شويه معلومات بس مش عارف برضه اوظفها واحطها في حته فهنركب الدنيا على بعضها بطريقه بسيطه دلوقتي. اول حاجه عشان اوجد الطريقه اللي انا اشتغل بيها واطلع اللود بتاعي واحسبه واعرف الكرنت بتاعي انت ما عندكش غير المعادله دي صح؟ انت هتتجوز 3 دي في 5 كوزين 5 وتبدا تتحرك من القصه دي. طب هل ده معناها ان كل مهله التكييف ده هاخده نص حصان تعمل ايه؟ بعدها حط المعادله وترسل وتكتب وتطلع. عندي معده 5 حصان وتبدا تشتغل وتحاول وتكونفرت وتطلع. هنفضل نعمل الكلام ده كله في كل مره في كل مره اقعد اكتب معدات 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 بس انت مستحيل تقدر تطلعها كده لازم المعادله تنزل ثلاثه وتحسبها وتطلعها وتعرف تشتغل القصه دي صح؟ فالموضوع ده هياخد منك ايه؟ وقت شويه صح؟ هرجع دي عارف تعمل ازاي؟ ناخد احنا الطريقه السريعه بتاعته اللي احنا بنشتغلها بيه براكتيك الطريقه السريعه اللي بنشتغل بيها المعادله دي احنا لسه كنا شغالين عليها هي البي لازم ثلاثه بي اي بي باور او اللي احنا على طول بنحب نشتغل بيه او اللود اللي بنشتغل بيه بس بيساوي نازل 3 بي ده اللي انا مبني عليه دنيتي ده معناها ايه؟ معناها ان اي لود عندك انت مطالب تحوله لي الاس جالك بالهورس باور حوله لي الاس جالك بالواتج حوله لي الاس او اللي هو للفولت امبير يعني في النهايه تخلي الرقم اللي احنا هنتكلم عليه او نشتغل عليه تحوله لي بالاس وبقى ساعتها نتكلم بطريقه سريعه لو جينا بصينا في المعادله دي هتلاقي عندك انت ايه؟ ده اللي هو بيديهولك حصان اللي هو المكنه نفسها 5 5 5 فولت امبير او 5 كيلو 1.5 حصان ايا كان القيمه فده بيبقى جبن احنا عايزين مين؟ عايزين ده صح؟ مين المتوفر عندي؟ ده وده مش الرقم ده فيكسد
جذر 3 طول عمرها فيكسد والفولت طول عمره فيكسد في حاله السي فيز يتغير ما بنغيروش صح. المشكله انا موفر الموضوع ده كله خليهم رقمين اضربهم في بعض واخلص. يعني اعمل ايه؟ يعني خلي الاي بتاعتي بتساوي لما تحطها هتعمل كلو ان احنا هيبقى ايه 1 على جذر 3 في 380 مضروبه في مين؟ في الاس بتاعتي. القيمه دي قيمه ثابته عمرها ما تتغير معايا على طول صح. لما تحولها تبقى عامله كام؟ لو حد معاه حاسبه واشتغل تطلع معاه تقريبا ب 1.5 مش 1% وقصه بتاعته. فكده على طول بالبديل بتاعي لو انا جيت قلت لك عايز الكرنت لمعده حملها 50 فولت امبير بلاش 5 كيلو فولت امبير. عايز الحمل الكرنت بتاع لود قيمته كام؟ 5 كيلو فولت امبير. هتعمل ايه؟ يا اما تشتغل بالمعدل 5.5 7.5 خلاص كده عرفت الكرنت بتاع قد ايه. انا ما سمعتش حاجه خالص. انا كل اللي بقول بس اللود ده فعليا بقى سيبك من الدريتنج فاكتور. اللود ده بيسحب كرنت قد ايه؟ اللود ده بيسحب كرنت قد ايه؟ 7 سنين. قلت لك انا قلت لك شرطي الاساسي ايه؟ انا بشتغل على الاس ده شرطي الاساسي. ليه؟ لا انا ما لغيتوش انت حول لي دي يعني عندك لود بالواتج حوله لي انا ما لغيتوش حوله لي وانا هشتغل لك بالاس. مش حاجه القصه ايه؟ انت في النهايه الترانسفورمر بتاعك بيتسايز بالايه؟ بالفولت امبير. النتورك شغاله بالفولت امبير فانا بحاول اخلي النتورك كلها فولت امبير. مفيش صعوبه انك تحولها لفولت؟ هي نفسها لا انا بقى هي باور فولت بلغني بيها بكام هشتغل عليه. المعد دي نفسها باور فولت على الخطه دي مكتوب عليه قيمه ثابته مش حاجه اسمها حاجه قصدك من لود لود يعني. ايوه بقول لك انا لسه بقول لك انت في الاخر لازم توحد حساباتك كامله لازم توحد صح. انت ينفع تشتغل في جدول واحد مره تكتبها بالوات ومره بالهورس باور ومره بالفولت امبير مش ينفع تجمع اصلا. فانت لازم هتيونيفاي لازم تيونيفاي الوحده بتاعتك عشان نقدر نتكلم مع بعض. فانا بقول لك بدل ما انت بتيونيفاي للباور بقول لك روح ليونيفاي للفولت امبير. ليه؟ ليه برضه بقى الموضوع مش غلس؟ انك في الاخر لما هتنزل تعمل ده كله ليه؟ عشان تعمل سايزنج للمشروع. سايزنج بتاع شغل هو مين؟ ترانسفورمر. الترانسفورمر بيتسايز بالايه؟ بيتسايز بالوات بيتسايز بالفولت امبير. فده التارجت بتاعك فببني عليه. ده الهدف اللي بيخلينا نشتغل بالفولت امبير. دي هي الرقم حولها لكيلو كيلو فولت امبير بس ما فيهاش مشكله. ادي البي بتساوي الاس في الباور فاكتور. انت عايز الاس على طول. الاس بتساوي ايه؟ البي على قيمه الباور فاكتور بتاعتك اللي هي كانت قيمتها ايه؟ سهل. انت عندك كام؟ انت قلت 5000 انت قلت عليها ايه؟ اقسمها على 8 ده لك الاس. بس الموضوع مش صعب. الباور فاكتور ده جدا بتاع المعده او الحاجه اللي بتفيدك. هي المشكله دي يا جماعه؟ طيب يبقى انا كده اول ما نيجي نتكلم واحنا قاعدين مع بعضينا يا جماعه انا عندي معده قيمتها 10 كيلو فولت امبير بتسحب كام كرنت؟ 1.5 كده وصلنا لها. هكمل لسه انا لسه ما جبتش كابل. احنا عندنا كذا حاجه هنعملها. اول حاجه هنجيب اللود الاي لود. بعد كده هروح اجيب لك الاي كيبل. بعد كده هروح اجيب لك الاي سيركت بريكر. وكل دول هجيبهم لك بطريقه سريعه هضربهم لك في الاخر كلهم مع بعض معادله واحده تطلع بنتيجه نهائيه. بس هيقول لك ستيبس. فاول ستيب عندي الاي لود في حاله الثري فيز. طب قلت لو سنجل فيز اعمل ايه؟ تعالى حسبتها الاول ونص. انا بسالك ولا مش عارف؟ طبعا ده اهم حاجه بالكيلو. خلاص؟ الحاجة التانية أنا كده شغال بالإيه؟ سي فيز. طب حالة السنجل فيز هي في نفس المعادلة بس ما فيش جذر 3 220 على طول؟ صح ولا مش صح؟
هي نفس المعادله بس عشان شغال 220. لما تحب تجيب الاي هتعمل ايه؟ واحد على 220 بكام؟ طبعا نتكلم مع بعضينا وعندي بروجيكتور الحامل بتاعه وهو كيلو عايز السايز بتاعه وبيع يسحب كام امبير كيلو في 4 ونص ويسحب 4 ونص امبير كبير السن سهله هدي كده اقول ايه يا دولي ده على فكره افكارك دي كلها سليمه مش غلط بس بحاول اخليك افكار واقعيه شويه يعني انت جبت كارنت انتنستي او ما مثلا انت عارف الانتنستي بتاعه الكفر عامله ازاي عشان اقدر اوصل للسايزنج بتاع الكفر طب ما دي طريقه على فكره والكود المصري كاتبها لك يعني بتعمل سايزنج الكيبل بتعمل ايه؟ ما بيشتغلش بيشتغلها بالايه؟ بالكفر نفسه بيعمل ايه والاتجاه في اتجاه الكفر فبيطلع لك رقم عامل ازاي؟ مثلا تلاقي رقم عباره عن 18.4 ده الرقم اللي طلع في الاخر فبتشوف اقرب مقاس لل 18.4 تشتغل على اساسه صح؟ احنا هنوصل واحنا بنعمل سيليكشن للكابل بنعمل سيليكشن انا الكود كل اللي بعمله دلوقتي الخطوه اللي بتكلمك فيها دلوقتي اللود ده بيسحب كهرباء بيسحب كارنت قد ايه ده ما عادش اكتر من كده وكل اللي عملته معاك برده دلوقتي انا سرحت لك الخطوه بس شفت يعني بدل ما تكونش تطبق القانون والمعادله وتقسم وتحط جزء ثلاثه وتخش على حاسبه سرعتها لك عشان انت واقف بتتكلم تبقى سريع بس ده اللي كل اللي عملته لك يعني لكن انت تعرف الاصول بتاعت تجيبها منين اساسا بتعرف مثلا واحد على 20 كيلو اه بقى ايه اللي انا بقى ايوه ده يطلع لي 4 ونص تسلم لي شكرا يطلع لي ده 1 امبير مش كيلو خالص ما تمنيش خلاص كده خلاص حتى السجل وحتى السري في مشكله؟ ايه؟ اهو دلوقتي اه وصلته؟ طيب لا خلاص حاضر خد الكتاب ريح شويه وانا اعمل ايه طب لو انت تقول كده انت حتى قانون محمد كنت قايل بصراحه مثلا حتى لو انت برضه لا مثلا هنوزع الكتب الفكره في مواعيد ثانيه على فكره في مواعيد ما لقوش فيها ناس ما فيش طلب عليك على فكره انا احنا نزلت اوبشن وعلى فكره اشتغلت كورسات ده وده بنيجي سبب 3 ايام من 6 ل 10 وعلى فكره معلومه برده يعني الناس بتجيلي برده من 6 ل 10 انا جاي من اللي جاي من الشغل وانا جاي مش عارف يجي على الساعه 9 ولا مش عارف فالوقت نزل النص اكتر برده براحتكم انا احنا افيلبل بس احنا بنظبط نفسنا على الوضعيه دي بناء على الاشتراك على القصه دي ما تعرفش يبقى هو متناسب مع الناس كلها فاي حوار في موضوع المواعيد اي ثينك تتكلموا فيه بقى مع الجماعه بره عشان تشوفوا تعملوا ازاي بس يا جماعه معلش انتوا جايين وعارفين انكم جايين من 8 ل 5 هتقللوا عن القيم دي او عن المواعيد دي محدش هيتاذي غير كنتوا احنا عندنا جدول ثابت على الاسف هنلتزم بيه ما انا بقول لك عشان تعمل كده على فكره الحد ده مش عشان يقلل الساعات عشان يقلل المده اللي فيه معلش صحيح بس مع بعض مش حد اصلا يعني حد ما بص على فكره ما بص لحد ما بص حد لسه ما بصش بس احنا هقول لك الفكره بس احنا مش عايزين كل الحد احنا مش عايزين حد كله لا احنا عايزين بس عشان في عايزين تقربوا شهر او حاجه زي كده او خمس دراسه هو عشان دراسه فانت عايز تقرب خمس حصص بس فانا هديك خمس حدات هو
ده على حد بتاع بكره، على حد بتاع بكره. لكن انا لما كلمت وليد فوق قال لي لا احنا هنظبط حد في خمس حدات هنسحبتهم وده بكره مفيش. اوف ريكورد بكره مفيش. بكره مفيش. عشان بقول لك شفت احنا قاعدين بنعمل ايه؟ فانت مستحيل مستحيل همشي بحالك. انا بس بقول لك اهو هو انت مستحيل مستحيل تقدر اقدر ارضي كل الاطراف مش هعرف اعملها اي حاجه من الاحوال. فبنعمل ايه؟ حط جدول فيكسد ونحاول ايه الناس توفق نفسها عليه. الحاجه اللي احنا عملنا بس يعني نراعي فيها شويه نبقى اللي ما قلته الكليه. نراعي نبدا نخلص قبل الكليه فده اللي خلانا ايه هنكونسيدر تاني الكم سيشن الاخرانيين اللي دخلوه جوه الكليه نقدرهم شويه. وده اتفاق احنا قايلين عليه. اي خلل تاني لو عرفت انت عرفته طبعا اللي بره الموضوع ده تتفق على مواعيد ثانيه انا 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 فري. لكن لو ما عرفتوش ما تدخلوش في الهسس ده عشان ما تصدمش عقلك هتحاولنا كتير عليك. يعني ماشي يعني اثناء الكليه وبعدين بقول لك عليه حاضر موضوع الكليه ده قلنا هنشفته انا ده 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 في اتفاق معاكم ده اتفاق انتوا متفقين على كده صح؟ كونسيدر ما انا اتفقت على كده هيتعمل هو انسى دي خالص. بس انا كلامي بقى على وضعي بتاع دلوقتي انا مش حاضر على من 8 ل 5 او اخليها يوم بالليل او 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 انا عايز والله اساعدكم بس صدقوني مش هعرف انا بقول لك مش هعرف مش هعرف ارضي كل الناس مش هعرف ارضي كل الناس. فاحنا اللي بطلبه منكم ايه؟ تنام بدري قبلها ممكن اديك بريكين ثلاثة تشرب شايك تظبط امورك انتوا كده بتضيعوا بريك على فكره انتوا كده بتضيعوا بريك. طب انا بعتذر لكم انا النهارده هكمل لحد ما اجيب اخر التارجت عايز اقوله. ان شاء الله سقفنا خمسه يعني مش عاجبكم على خمسه ده لو عاجبكم بيه خلصت اللي انا عايز اقوله قبلها هحاول اكتبها. يقدر يشيل نفس القيمه مش مجرد اللي انا خدته منه قيمته من الشعر اللي كان يشيل لحد الكابل ده يقدر يشيل لحد كده هو هيشيل كام هيشيل كام هيشيل كده. بس ليه اخترت اللي انا ما اخترتش ده مثلا من ده اقل من ده؟ لان الكابل ده لما هتشتغل بالفاكتور مش هيشيل طبيعته الكابل مش هيشيل القيمه دي. المفروض تعمل بقى عشان تقدر تحددها الكابل ده يشيل قد ايه بالظبط؟ قيمه الفاكتور دي قد ايه؟ تضرب الرقم ده والرقم ده وتضربه في ده اللود بتاع المشين ده انت عايز كام لودك 39 اقل من ده ولا لا؟ تعالى اعملها في الكابل اللي فيه بقى. ليه؟ عشان ليه؟ ليه ما اخترتوش؟ عشان كده ما اخترتوش 35 اقل من 39 اقل من كده. عشان كده بعدت من ده ورحت لده. رغم شوف القيمه كبيره جدا جدا بس فعليا هو ده اللي هيسحب منه او مش ده يقدر يشيله او يشيل القيمه اللي احنا بنصرفها. لكن ده مش ده انا ما باخدوش بيقدر يشيله لكن ده اللي باخده. وكان ملخص يعني بس سريعه بس معاك انت تقدر تحسبها بسرعه بس تضرب في 4 وتضرب في 5 هتزود انا رقم ثاني دلوقتي كمان شويه بس هقول لك عليه بس وظيفته ايه.
الجامعه.